سوف نتعرف على طريقة كيفية حل مشكل حظر تيك توك. نقوم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم سوف نقوم بضغط هنا على تطبيقات، بعد سوف نقوم بضغط هنا على تيك توك خاص بكم، ثم سوف نقوم بضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعد سوف نقوم بضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على مكان التخزين، بعد سوف نقوم بضغط هنا على مسح التخزين. هنا سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تيك توك خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديث، قم بضغط عليه، وهكذا سوف يتم تحديث تطبيقكم تيك توك. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.